مساعد طلب مقاتل محمد عارف نوار من قوة مدرسة حرس الحدود. يا فندم احنا تابعنا القمة الثلاثية اللي أقيمت في العالمين الجديدة وشهد تشريف سيادتك والرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني لمناقشة القضية الفلسطينية. هو احنا لما عملنا القمة الثلاثية دي كان في إطار مجموعة إجراءات من الهدف منها الإبقاء على إن القضية الفلسطينية تبقى حية، فده كان جزء من جهود الدول الثلاثة مصر والأردن وفلسطين للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 67. القضية الأساسية هو إيجاد حل للصراع ده من خلال حل الدولتين جنبا إلى جنب مع توفير الأمن والأمان لكلا البلدين، ده الهدف الأساسي. مساعد أول ممتاز الأكاديمية والكليات العسكرية عبد الرحمن طارق عبد العزيز. بشكر سيادتك على تشريف سيادتك لينا في الكلية الحربية قبل الانتقال للأكاديمية استعدادا لتنفيذ حفل تخرج الدفعة 117 ومعادلها اللي بوعد سيادتك يا فندم إنها تكون على قدر حدث افتتاح الأكاديمية والاحتفال بمرور 50 عام على نصر أكتوبر. شكرا عبد الرحمن، اتفضل. مرة تانية ألف مبروك، ألف مبروك، وربنا يا رب يوفقكم ويفرحكم ونسمع عنكم دايما كل طيب، وخلي بالكم من نفسكم وإن شاء الله تقوموا بدور كبير قوي قوي في المرحلة المهمة قوي اللي احنا عايشينها في مصر. اطمنوا على البلد دي. ليه؟ عشان ربنا موجود. شكرا جزيلا.